كما شهدت الدورة الثامنة لمجلس الشورى السعودي تعيين الملك سلمان للدكتورة حنان الأحمدي مساعدا لرئيس مجلس الشورى كأول امرأة تتولى هذا المنصب منذ انطلاق المجلس. يذكر أن هذه الدورة تعد الثالثة لدخول المرأة لمجلس الشورى بنسبة تمكين 20% من أصل 150 عضوا، وفي كل دورة تتنوع تخصصات النساء وخلفياتهم التعليمية والوظيفية بما يتواكب مع المراحل الحضارية التي يعيشها المجتمع. ينضم إلينا من الرياض عبر سكايب عضو مجلس الشورى الدكتور فايز الشهري. دكتور فايز، مرحبا بك معنا. أولا يعني إعادة تكوين المجلس اليوم بهذه الأسماء، كيف يمكن أن يؤثر أو ينعكس على مباحثات وأيضا جلسات وقرارات المجلس المتوقعة في الدورة الجديدة؟ شكرا أخي خالد، واسمح لي في البداية أن أرفع الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله ولسمو ولعهده على الثقة الملكية الكريمة لي ولزملائي بأن نكون أعضاء في هذا المجلس الموقر الذي يمثل أيضا مؤسسة مؤسسات الدولة في أدواره الوظيفية المختلفة سواء رقابية أو تشريعية أو اطلاع ورصد تقارير وأداء الأجهزة الحكومية. كما اسمح لي وهذا مجال أيضا أن أتقدم بالتهنئة لمعالي الشيخ الدكتور عبد الله آل الشيخ على الثقة الملكية الكريمة وتعيينه عضو رئيسا للمجلس، وهو تجديد للثقة. كذلك للزميلين الدكتور مشعل السلمي والدكتورة حنان الأحمدي الكفاءات الوطنية المعروفة اللائي والذين الآن تسلموا مناصب قيادية في المجلس. أما بخصوص السؤال فكما تعلم مجلس الشورى هو ممتد من نهج هذه البلاد ونظام الحكم فيها، هو بسورة في القرآن باسم الشورى يعني إعزازا وتقديرا لمكانة الشورى في الإسلام. وهذه التغيرات التي تحصل تحت نظر القيادة الكريمة هو محاولة لأن يكون الوطن ممثل تحت قبة مجلس الشورى سواء من التخصصات العلمية أو الحرف المهنية الذين مارسوا التجارة وغيرها من الأشياء، وأيضا الأكاديميين والخبراء المتخصصين حتى يكونوا رأيا عاما يمثل مجموع رأي المجتمع السعودي بكافة شرائحه وأطيافه. ونحمد الله في كل دورة تضخ دفعة جديدة من الكفاءات المشهود لها في مجالاتها بالتميز والإبداع. دكتور فايز، الآن بتعيين الدكتور حنان الأحمدي مساعد لرئيس المجلس، هل هذه الخطوة هي خطوة شكلية أم أنه سيتبعها تغيرات في مستوى التعاطي مع القضايا وبعد ذلك التنفيذ يعني داخل المجلس؟ هو شوف السؤال على شقين، الشق الأول موضوع المرأة والشق الثاني موضوع دكتورة حنان. دكتورة حنان كفاءة وطنية مشهود لها في كل المجالات، أثبتت كفاءتها في أكثر من مجالات، وزاملنا خلال 8 سنوات تقريبا كانت من أنشط الأعضاء، ولا أقول عضوات، من أنشط الأعضاء في الأداء والتميز والالتزام وكل العناصر التي هي مؤهلة لمثل هذه القيادات في وطننا الحبيب. الناحية الثانية أن المرأة الآن هي شريك اقتصادي وشريك اجتماعي وشريك ثقافي كل المحافل، وبالتالي في هذا المكان مهم جدا. المرأة تمثل نصف المجتمع كما ظهرت الإحصائيات هذا اليوم، فبالتالي هذا التمثيل هو استحقاق طبيعي لوصول المرأة لهذه المواقع القيادية وأيضا لكفاءتها وتميزها. والدكتورة حنان يعرفها زملائها في المجلس وخارج المجلس بهذا التميز، ولم يكن المرأة الوضع، لا أظن أن الوضع مجرد وضع امرأة في هذا المنصب لأنها امرأة، هو كفاءة واستحقاق. يعني سيتغير الوضع برأيك؟ لأن هناك من يتهم المجلس وأيضا من ضمن أعضاء المجلس من وجه انتقادات حادة لمجلس الشورى، وأنت تعلم ذلك، من وصف بأن هناك سنين ضوئية تفصل مجلس الشورى عن الحكومة في الكثير من القرارات وغيرها من الأمور. وهنا يمكن أن نستشهد بما كتبته الدكتور لطيفة شعلان عضو مجلس الشورى المجدد لها أيضا في تغريدة لها، بأن المجلس يعني بعيد تماما عن التعامل مع هموم الناس، وأنه أيضا ربما يعمل حتى في داخل ضد تمكين المرأة. هناك قرارات توصيات يتم مناقشتها ترفض من قبل أعضاء المجلس ثم بعد ذلك تقر أو ينتصر لها صانع القرار في الدولة فتقر من قبل الحكومة. يا سيدي الكريم، أنا لست هنا لأدافع المجلس، ومن حق كل مواطن قبل أن يكون عضو في المجلس أن ينتقد أداء المجلس وأداء
لجانه المختلفة، هذا وضع طبيعي. المجلس أيضا هو ينتقد مؤسسات الحكومة، ولكن المجلس بطبيعته هو مجلس دولة وليس مجلس حكومة تنفيذي، ومن يحاسب المجلس على الأمور التنفيذية هو ينبغي أن يراجع من نظام المجلس وصلاحياته. هذا من ناحية. الناحية الثانية، الطموح كبير دائما، المملكة تعيش قفزات إدارية وتنموية عالية جدا والطموح كبير. لا هو السؤال، هو السؤال دكتور فايز عن ما يحدث في الكواليس عندما تناقش القضايا، عندما تطرح التوصيات للمناقشة. هناك من يقول أنه عندما تمس أو تمس هذه القضايا الأسرة، المرأة، يكون المجلس بعيدا عن الحكومة في توجهاتها وقراراتها، وحدث ذلك في أكثر من مرة. وهنا أنا لا أتحدث عن الانتقادات الموجهة من المجتمع، أنا أتحدث أنه شاهد من أهلها، هناك من ينتقد دور المجلس في التعاطي مع هذه القضايا وأنه يعمل ضد المرأة. يعني كيف ترى ذلك أنت وأنت داخل المجلس؟ طبعا كلمة يعمل ضد المرأة يمكن كلمة كبيرة. معظم القرارات اللي صدرت لتمكين المرأة وإيقافها ومساواتها بالرجل في الكثير من الحقوق، خاصة في القروض والذمة المالية وما إلى ذلك، هي صادرة من المجلس عبر التاريخ. جميل. ذلك من المشكلة المجلس أنه لا يريد أن يزايد بقرارات، لأنه في النهاية هو ضمن منظومة الدولة الكاملة، يريد أن ينجح فقط بالعمل، ولذلك لم يتوجه للإعلام كثيرا ويشرح ويزايد حتى على الحكومة، يقول نحن الذين قلنا وأنتم كذا. ولكن لو تتبع أي منصف وأي باحث يجد الكثير، وأنا لست مدافع عن المجلس، المجلس هو أيضا مؤسسة من مؤسسات وفي بشر يجتهدون ويخطئون، وحتى بعض الآراء التي تظهر إما بشكل ممانع لبعض الأفكار أو بشكل مؤيد بشدة، هي في النهاية جزء من الحراك الاجتماعي، والمجلس هو شريحة من هذا المجتمع يمثل طوائف وأفكار، وبالتالي هذا التمازج الفكري داخل المجلس وتحت قبته هو في النهاية يعبر عما هو بداخل المجتمع من 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 حركة واتجاهات وأفكار وأحيانا شد وجذب، ولكن في النهاية ينضج هذا الرأي ويصدر الرأي في نهاية الجلسة أو في نهاية المشروع بقرار رشيد يذهب إلى خادم الحرمين الشريفين الذي يستطيع أن بما يتوافر هناك من معطيات أخرى أيضا لم تتوافر المجلس إصدار القرار المناسب، ولم يكن المجلس إلا جزء من حراك المجتمع في التاريخ. جيد، أشكرك شكر جزيل على تواجدك معي من الرياض عبر سكايب، عضو مجلس الشورى الدكتور فايز الشهري.